إقرارا بجميل الماضي على حضرنا وحفاظا على إرث مبدعينا، بذل ضيفنا جهود جبارة لتنظيم معرض تكريم للفنانين هيلان الخال وجون خليفة، وهذا المعرض أكيد رح يكون محور حديثنا بهالفقرة مع منظم المعرض دكتور أنطوان كرم، أخصائي جراحة وتوليد. برحب فيك معنا دكتور، أهلا وسهلا فيك. شكرا، مرسي. نحن هون بدنا نقول انه حضرتك صحيح بالطب بس احد العاشقين للفنون للارتس، ودائما بتبذل جهود جباره انك تكون حاضر بمختلف انواع الفنون. لهيك بدنا نبلش نحن وياك بسؤال قبل ما نفوت بتفاصيل المعرض، قديش بيساعدك هذا الشيء بعملك؟ شوف، الانسان هو قلب وروح وعقل. نعم. فاذا ما بتشغلي كل هالأمور بجسمك ما بتعيش حياة كاملة. نعم. فأنا الحمد لله مشغلون كلهم. 100th anniversary of their birthday، معرض اشتغلت على تنظيمه لتكريم الفنانة هيلان الخال والفنان جون خليفة. خبرنا كيف بلشت الفكرة. صحيح، نحن بجامعة الأيو عم نعمل معارض. نعم. وصلنا عاملين تقريبا 11 معرض، فكان في بلان انه نعمل مش بس يعني فنانين هلا عايشين، بس فنانين هن رواد الفن. نعم. كانوا من الماضي. نعم. فعملنا شيء من شيء شهر ونص شهرين تقريبا، كرمنا في فنانين معينين، وهلا كان على اساس بدنا نعمل كمان تكريم لبعض الفنانين الاخرين، ولكن في شخص له فضل كبير على هذا المشروع يلي هو مسيو جوزيف فالوغ، يلي هو كمان فنان بحد ذاته كولكتر. عرض فكرة انه بما انه صار هالسنة هي الذكرى المئوية تبع ولادة هيلان خال وجان خليفة، ليش ما بنعمل شيء بهذا الموضوع؟ فغيرنا شوي السكيدجول وقدرنا انه نعمل هذا المعرض. نعم. فهذا المعرض يعني الفكره منه انه نحن اليوم بدوله للاسف ما كثير بتكرم الفنانين تبعها، او ما في عندها القدره تكرمهم، خلينا نقول هيك. او بتكرمهم بعد ما يموتوا. او بتكرمهم بعد ما يموتوا بطريقه كثير هزيله، فنحن حبينا انه يعني نحن البلد، خلينا نقول هيك، فحبينا انه نحن نوجه المجتمع تبعنا لانه يجي وينبسط ويشوف اعمال لها الفنانين الكبار يلي ما فيك تشوفيهم عادة إلا إذا كان عندك شي متحف. وهون في كمان بحب أشكر كل يلي عطيونا اللوحات، لأن احنا جبناهم من بيوتهم، هودي مش لوحات للبيع، هودي لوحات عندهم ياهن الناس ببيوتهم، قدروا يعطونا ياهن، وكل لوحة ثمينة أكتر من الثانية. يعني ما بعرف كيف عطيونا ياهن بس عطيونا ياهن، فشكر لهم كلهم. ما رح اذكر كل الاسامي لان فيهم يمكن ما بحبوا ينذكر اسمه. نعم. المعرض رح يقام بالجامعه اللبنانيه الامريكيه. صحيح. امتى رح يبلش؟ اذا فيك تعطينا تفاصيل. هو بلش المعرض. نعم. الاسبوع الماضي بتسعة الشهر. رح يستمر. ورح يستمر ل 17 الشهر، كنا بالاساس عم نعمله ل 20 ولكن في شويه مينتننس بده ينعمل هونيك، فرح نوقفه ب 17 الشهر. فانا يعني بدعي من منبرك انه الناس يلي ما شافوه لازم ينزلوا يشوفوا. نعم. صراحة. هلا اذا ما نفوت بتفاصيل كل فنان من المكرمين، نبلش بفنانة هيلان الخال. شو بيميز رسوماتها؟ نحن طبعا بنعرف عندها هيك نظرة خاصة للمرأة. صح. برسوماتها، خبرنا اكثر. خليني اقول لك شغلة، هيلان الخال وقت اللي بلشت ترسم، عم نحكي يعني من سنين لورا، عم نحكي من 100 سنة هي. صح. خلقت. صح. فوقت اللي بلشت ترسم كان في الاتجاه بالبلد انه يكون الرسم بطريقه معينه، كانوا كلهم يرسموا بورتريز واشياء من هالنوع. هيلان الخال بما انه خلقت بامريكا وعشت بامريكا ورجعت اجت تجوزت واجت على لبنان، رجعت بعدين رجعت على امريكا، تاثرت بالفن الغربي كثير وراحت كثير على الفن التجريدي، لدرجه انه في لوحات لها معموله من لون واحد. يلي هي كتير صعب انك تطلع لوحة الى معنى، وخصوصا بهديك الايام. فكانت احد الرواد بالفن، وعملت اول جاليري بلبنان كان اسمها جاليري وان، يلي عرفت العالم على الفن الحديث بين براكتس يعني. فهيلان الخال اخذت شهرة عالمية كمان، وحطت اسم لبنان على المنابر الدولية باهم متاحف بالعالم. فنحن المينيموم انه نقدر نكرم شخصية مثل هيلان الخال، نعرض لها اعمال لها.
إن كان أعمال تجريدية أو حتى أعمال رسمت فيها المرأة أو جسد المرأة، وعنا عمل من هدول محطوط بالمعرض اللي هي نادرا ما بتشوفيها. بقاعة الفنون الجميلة صحيح. بالجامعة اللبنانية الأمريكية. بما أنه عم نحكي عن المرأة أو الأنثى، كيف بيساهم الرسم دكتور برأيك بتحديد صفات الأنثى أو المرأة؟ هل بيعكس صورتها الحقيقية؟ أنا بقول مش ما فيك تعكس الصورة الحقيقية للمرأة، لأنا بحكم شغلي كمان أنا كل تعطية صورة مع المرأة. مجملة؟ نعم، أنا برأيي المرأة هي أكبر بكتير من أنه تقدر تحطيها على لوحة ده صراحة. حلو. ولكن الفن بحد ذاته وقت اللي بيرسم المرأة أو بيجرب يعبر عن مشاعر المرأة، لأن مش دايما الرسمة بس عن جسدها، هي بدك تفكري على الإيموشنز والعواطف تبعولها وتحطيهم على لوحة، هون بتكوني أنت عم بتكرمي المرأة مثل ما كمان بيقدروا يكرموا الرجل على فكرة، بس إنه المرأة لأنه شوي أوسع إذا بدك نطاق من الرجل بنحكي عنها هيك، بس تقلك إنه فيك تحطيها على لوحة واحدة أنا برأيي صعب. نعم. للون بعالم أو برسومات الفنانة هيلين الخال دلالات أخاذة وجميلة جدا. خلينا نحكي شوي أو نخبر المشاهدين هيك من باب الفنون، كيف بيصير اللون أبجدية؟ شوفي اللون عادة، يعني انت بس تكوني قاعدة بغرفة، اذا كان اللون حواليك لون معين بتغير المود تبعك، صح، يعني بتصيري انت تحسي شيء ما بتعرفي ليش عم بتحسيه. صحيح. حتى بالدول الغربية اوقات مثلا الصفوف بالمدرسة بيعملوا لهم لون الحيطان شيء معين لحتى يروقوا التلاميذ، مثلا بعض المحلات الحبس بيعملوا له لون معين تيعذبوا الناس، فاللون له دلاله واهميه كبيره. هول الفنانين من هيلين خال او حتى جان خليفه او غيرهم كان عندهم معرفه وقدره بالمعرفه انه اللون اللي عم بحطوه على هالكانفاس يقدر يعطيك ايموشن معين انت ما بتعرفي ليش عم بتحسيه بس بتحسيه. سو هون بيتحول اللون من مجرد لون لابجديه او لقصه. كان عندهم وعي بخصوص الألوان من زمان مش من هلأ. صحيح. إذا ما نحكي عن الفنان جون خليفة، خبرنا أكثر شو بتتميز رسوماته وفنه، هو عبارة عن شو هيك لنوضح للمشاهدين. شوفي جان خليفة كان من أحد الرواد يلي إذا بدك بالأيام اللي كان عم بيرسم فيها حتى انقسموا الناس حواليه لمؤيد وناس ضد، إنه شو عم تعمل يا جان خليفة عم ترسم هالفن التجريدي بمحل يختلف تماما عن كل شيء موجود بالسوق، وكان حتى وقت يصير في اكزيبيشنز كانوا ينقسموا ويتخانقوا بين بعضهم الناس. وهون بحب اشكر بشكر خاص لجيم خليفه ابنه لجان ابنه اللي خليفه ساعدكم. يلي ساعدنا كثير بوضع هاللوحات وفرجينا لوحات معينه يمكن ما فيك تشوفيها الا بهيدا المعرض، مثلا اول روحه لسمها جان خليفه بحياته اللي هي بورتري له عنا اياها، بورتري لشفيق عبود اللي هو كمان فنان مهم، احد اللوحات اللي كانوا من اوائل التجارب اللي عملها جان خليفه لينقل الفن من محل لمحل اخر. فجان خليفه انا برايي هو من الفنانين يلي لازم يتكرموا اكثر مما تكرموا صراحه. وهون برجع بدعي الناس نزلوا شوفوا شو عم نحكي، وكل لوحه لها قصه ولها خبريه ولها طريقه، وليش رسم هيدا الزيح هيك وكيف رسمه، مش بس ليش رسم، كيف انرسم، في هل رسم تفاصيل. بإصبعه ولا هل رسم بالريشة ولا هل رسم بقفر الريشة. هولي أمور كتير أساسية وحلوة، ووجود جيم يلي هو ربي مع بقيه وبيقدر يخبرنا عن هول الأمور وقت يكون موجود كان كتير مهم للناس اللي اجوا زاروا المعرض. وهون اكيد بنحب نكون عم نوجه لكم تحيه، لانه فعلا جهود جباره قمتوا فيها لتكونوا عم تجمعوا وعم تتواصلوا مع كل الاشخاص المقربين كانوا من هالفنانين. لانه مثل ما ذكرت بالاول دكتور، المعرض هو عباره عن تجميع لتكونوا عم تكرموا الفنانه هيلين الخال وجون خليفه. صحيح. وهون كمان برجع بقول لك اوكي اكيد الناس عندها ثقه بشخصي انا او بالايو كجامعه، مع انه انا ريلي ما لي خصه بالايو، انا بس ضيف هونيك. بس كمان الناس يلي جمعوا هاللوحات وعملوا الاتصالات مثل جوزيف فالوغي ومثل جيم خليفه، ما فينا ما نشكرهم على اكيد نوجه لهم هالجهود. تحيه. اليوم ما بدنا نحكي هيك شوي واقع، شو رايك بالسياسات الثقافيه الرسميه اليوم فيما يتعلق التكريمات للفنانين؟ اي سياسات؟ هذا جوابي، ما في سياسات. نعم، في جهود فردية خاصة خاصة
يعني للأسف ما فينا نقول غير هيك، في محاولات ولكن هزيلة وما عم بتكون على المستوى الحقيقي إذا بدي أقول لك، تما أقول غير شيء. نعم نحن اليوم يعني ممكن كتير ينعمل شيء أكبر بكتير مما عم ينعمل وما بكلف شيء. يعني أنا بعرف أنا اليوم عامل 11 معرض بالال اي يو غير الأربع خمسة اللي عملتهم برات الال اي يو، وبنبقى بنحكي عنهم بعدين. ما بدها هالقد، بدها كتير واحد بس يعرف شو عم يعمل. قديش التكريم بينصف الفنان اليوم؟ يمكن مش كتير، بس أي تكريم ولو واحد حكي عن الفنان بكلمة الفنان بقدرها ولو كان منه موجود معنا. كيف بيكون برأيك دكتور واقع الفن اليوم بلبنان إذا صار اللبناني نفسه بيعترف بجميل الآخر عليه؟ يعني الفنانين اللي عم بتكرمهم اليوم دكتور بمعرض الموجود بالال ايو اكيد عم بيسلط الضوء على فن ماضي بعده حاضر، واكيد اذا الشخص عرف يكون عم يفهم معانيه بيكون اكيد عم يفهم وعم يستفيد. صحيح ليكي، انا بحكيكي اذا بدك كفنان، انا يعني انا بعزف بيانو هيك، اذا يوما ما نعمل شيء ليكرم توني كرم الفنان، انا اذا كنت موجود اكيد انا بنبسط، واذا كنت انا مش موجود اولادي واهلي بيكونوا يعني موجودين. فمن هالمنطلق هيدا هالتكريم نحن عم نعمله لانه لازم يتكرم لا اكثر ولا اقل. ريكوجنيشن يعني شغله مهمه، واحد ينقال عنه انه هو كان موجود وغير ووجد شيء جديد، هذا شيء مهم. هلا كمان المهم بالمعرض دكتور انه موجود بقاعة الفنون الجميلة بالجامعة اللبنانية الأمريكية لكل الطلاب يكونوا عم يروحوا يتفرجوا، اليوم قديش أهمية هالمعارض للجيل الحالي؟ قديش بتفتح لهم آفاق؟ قديش بتخليهم يفكروا بطريقة غير؟ خبرك، هي القاعة هي قاعة شيخ زايد يلي تقدم فيها تبرع بالثمانينات من دولة نعم الإمارات بصفة دي بيلدينج اوف فاين ارتس. هلا الفكرة هي انه ايه مزبوط هي بالجامعة، والتلاميذ ما كانوا يستعملوا هيدي القاعة الا لامور يعني عادية جدا. وقت اللي نحن جينا وظهرنا وصرنا نحط، صاروا يجوا تلاميذ ويفوتوا ويتفرجوا بين الصفوف تبعولهم، وفي منهم اجوا عملوا دراسات جوات هيدي القاعة على بعض الفنانين، والأساتذة تبعولن اجوا وصاروا يدرسوا ويشوفوا ويتعامل، يعني صار في إذا بدك انتر اكشن بينهم وبين اللوحة اللي هي كانت شيء كتير حلو. في مثلا صف اجوا بيدرسوا رقص، استوحوا من اللوحات وعملوا لوحة فنية بالرقص عنا بالقاعة. هيدا الشيء بفتح آفاق هيدا الجيل الجديد، انه بلكي انت موهوب، إذا أنت موهوب وعايش ببلد ما بكرم الفنانين رح يفكر إن موهبته ما لها طعمة، وبالحقيقة مش مزبوط هيدا الشيء. فهيدي كانت يعني هيدا كان أحلى شيء عملته أنا صراحة، يعني لإلي شخصيا حسيت أهم شيء انعمل مش بس الناس اللي إجوا شافوا، بس هن التلاميذ اللي تشجعوا إنهم يمشوا بهيدا الدايركشن أو يفتحوا ذهونهم إنه بيقدروا يعملوا شيء خلاق وبيطلع حلو. اليوم في سؤال بطرحه على كل العاملين بمجال الفن، الفنانين خاصة بهيدي الظروف الصعبة اللي عم نقطع فيها، هيك لنكون عم نعطي أمل، قديش الفن اليوم هو حبل خلاص باعتقادك دكتور؟ أنا برأيي بآخر سنتين ثلاثة هو كان الحبل الوحيد يلي كان بوزيتيف أو إيجابي بهيدا البلد. ما كان في شيء تاني عم بخليك تبتسمي أو تضحكي أو على القليل تحسي حالك نيوترال، انه مش نيجاتيف. هيدا كان الشيء الوحيد، ونحن بنينا على هيدا الشيء مش استفدنا منه، لانه ما في افاده، وهيدي نقطه مهمه. في كثير ناس بتفكر انه عم نعمل هيدا الشيء لنستفيد، بالعكس نحن عم نخسر اذا شيء، لانه نحن ما قلنا اي افاده لا ماديه ولا غير ماديه. بس نحن مجرد خلي حدا يفوت يقول واو وانبسط وارتسمت بسمه على تمه، انا بالنسبه لإلي وصل لحقي، وهيدا الشيء كان كثير مهم. ومشان هيك الفن اليوم بلبنان منه ميت، الفن عايش، بس بدك مين يفرجي؟ نحن عم نظهره، عم نجرب نظهره، وعم نستعمله لنساعد الناس ان كان معنويا او ماديا للفنان اذا باع شيء افترضي، او في محلات ما عم نعمل مشاريع لحتى بعض يعني اذا صار في بيع ناخده ونعمل فيه شيء منيح لبيروت، مثل ما رح نعمل بالأسابيع الجاية. نعم رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع اليوم. قديش أهمية حضور عصر الفن الذهبي بأيامنا الحالية؟ كتير مهم،
لك الفن ما مات، والعصر مم. تبعنا ما انه اختفى، نحن خفيناه، بس هو موجود، بوجود يعني ببيوت الفنانين الفن عايش. انا بروح على بيوت كل فنان زرتهم وشفتهم ببيوتهم ورحت على الاتوريه تبعهم، الفن عايش، بس بدك تظهري لا اكثر ولا اقل. نحن هدفنا نظهر. وكتر خير جامعه مثل ال اي يو او محلات مثل ريبيرث بيروت وغيرهم وقاعات والجاليريز المهمين يلي فتحوا ابوابهم ليظهروا هذا الشيء. ما نحن عم نحكي عن جمعية ريبيرث بيروت، مثل ما بنعرف عندك كونسرت الأسبوع صحيح. اللي جاي، أكيد العائد من هذا الكونسرت أكيد لظروف إنسانية وأعمال إنسانية، رح أترك الكلمة لحضرتك تخبرنا أكثر. شوفي ريبيرث بيروت هي من المؤسسات انا تعرفت عليها مؤخرا، يعني ما كنت بعرفها من قبل، وفعلا المجهود اللي عم بيعملوه لإضاءة شوارع بيروت من أهم أمور عم تنعمل اليوم كمان خارج نطاق الدولة للأسف. فأنا ما بقدر أشوف هيك شيء وما أقول إنه توني كرم بده يشجع، فأنا عرضت إنه بعمل كونسرت صغيرة بما معنى إنه لأنه المكان ضيق، فعلى أساس نعملها لخمسين شخص صرنا فوق 80 شخص ونبيع كل شيء بظرف 6 ساعات. فالفكرة هي انه كل العائد والمردود تبعها بيرجع لريبرت بيروت لتضوية وإنارة شوارع بيروت، ومشكورين على هذا الجهد. وفعلا عم بيعملوا معارض لفنانين كتير مهمة، وكمان قسم من ريع هذا الشيء عم بيرجع لمساعدة بيروت. خلينا نقول Connecting with the Souls اسم الكونسرت. هل بعد في مثل ما بنعرف limited seats؟ هل بعد في او خلصوا خلص خلصوا؟ خلصوا، ولكن اذا الناس اتصلت على الرقم المحطوط نحن فتحنا كونسرت تاني بجولاي 10 بالال اي يو لنقدر نستوعب الناس، صفر لانه ثلاثة تسعة اثنين تسعة أربعة تسعة خمسة، صحيح. أكيد نحن بنضمن لهم إنه يكونوا عم ينتقلوا على غير ليفل مع معزوفاتك دكتور. صحيح، ثانك يو. وكمان هون بحب اقول انه كمان في افتتاح لمعرض لوسام ملحم ب 23 شهر ضمن هيدي المساعدة لريبيرث بيروت، كمان بتمنى الناس انها تروح تتفرج وتنبسط. شو بتعتقد دكتور بيوم من الأيام شو هو العامل أو شو هي العوامل اللي رح تواجهك تخليك توقف هالعطاء الكبير بالفن؟ لأنه مثل ما بنعرف هلأ بكل هالأزمات وبعد عندك صخب اسم الله، هل بتعتقد بيوم من الأيام معقول تواجه شيء يوقف لك الفن؟ في شغلتين ممكن يصيروا بوقفوني، او يوقف راسي او يوقف قلبي، هدي حلو. غير هيك ما بتصور في شيء بيقدر يوقفني. جربوا كتير ناس يوقفونا على فكره. بتعرف انا ما بحب احكي بهدول المواضيع لانه بعتبرهم مواضيع سخيفه، ما قدروا ياثروا علينا بشيء طبعا، والناس بتحكي ورومرز وبلا طعمه، بدنا نطلع منها هالامور. انا هون عندي مش لمصلحتي الشخصيه، انا هلا موقف عيادتي لكون عندي صح. سو لا، نحن عم نعمل هذا الشيء لننبسط، لنكون كلنا مبسوطين، نكون كلنا ايد واحدة. لازم الفنانين كلهم يكونوا ايد واحدة، مثل ما الحكمة لازم يكونوا ايد واحدة. ما في كومبيتيشن بين طبيب وطبيب، ما لازم يكون في كومبيتيشن بين ارتست وارتست. نعم. هذا هي المسج اللي بدي اوصله. مسج أخير على كل المشاهدين فيما يخص معرض 100th anniversary of their birthday. نحن بدنا نقول للمشاهدين نكون مستمرين ل 17 شهر، فيهم يكونوا عم بيزوروكم، شو بتحب توصلهم رسالة؟ بوصلهم إنه إذا ما شافوا هيدا المعرض يروحوا ولو 5 دقايق، لأنه بحياة الإنسان لازم يشوف شيء مثل هيدا الشيء تروحه تكون مبسوطة. صراحة ما فيني أقول أكثر من هيك. بالنسبة لأعمالك المستقبلية شو في عنا غير ريبيرت بيروت؟ كتار كتار. بدك حلقة ليكي. أنا ما بحب أحكي كتير عن شو عندي لأنه غير ما أكون واثق 100% أنه عندي هيدا الشيء ما بعلن عنه، ولكن اللي بقدر أقول لك إياهم هيك اللي الأكيدين، في الحفلة في معرض وسام ب 23 شهر، في الحفلة تبعيتي ب 27، في معرض لكلود سابا ب 24 بالال اي يو، في حفلة موسيقية بعيتات بجون 3، في حفلة موسيقية بدار زفتة بجون 4، في حفلة بجولاي 10، فينا أكمل لك يعني، عرفتي؟ هول اللي واثق فيهم. وأنت عملتي بروجرام عن الانترناشونال كمان ارتست يلي رح يجوا بجولاي، يلي هلا أول مرة بتنعمل بلبنان. وهون بحب أشكر زينة نادر يلي هي قايمة كمان بقسم كبير من هذا المشروع وعم بتديره، فالحمد لله يعني عم نخلي الأمور تضلها عايش.
نعم، أنا بدي أشكرك دكتور، بدي لكم يعطيكم ألف عافية. وجه لبنان الحلو والجميل، خاصة بهذه الظروف اللي صعبة اللي عم نقطع فيها، وإن شاء الله دايما بضلكم إيد بإيد لتكونوا عم توصلوا صورة لبنان الحلوة وترسموا البسمة على وجوه اللبنانية كافة بهذه الظروف الصعبة. شكرا لحضورك معنا اليوم دكتور عثمان كرم. شكرا لك. مشاهدينا نحن رح نكون مع فاصل سريع ونرجع.